النهارده جامعه القاهره اعلنت مواعيد الامتحانات اللي تبدا 20 فبراير، وكان في تصريح عن حقيه الطلاب في اختيار اجراء الامتحانات اونلاين او في مبنى الجامعه. دكتور محمود علم الدين، متحدث باسم جامعه القاهره، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ رميس. قول لنا بالظبط ايه هي المواعيد لو سمحت اللي حددتها جامعه القاهره. اتفضل. يعني بعد يوم 20 فبراير هتبدا الامتحانات، كل كليه لها مواعيدها ولها اسلوبها في الامتحان زي ما حضرتك تفضلتي، بمعنى في كليات هتطبق الامتحان الحضوري التقليدي، وفي امتحانات هتطبق، في كليات هتطبق الامتحانات عن طريق الاونلاين، المنصه الذكيه الخاصه بجامعه القاهره، وفي كليات هتطبق نظام هجين يجمع بين الاثنين. فكره بقى اختيار الطالب، طبعا هيبقى في نوع من الاستجابه لها في ضوء يعني طبيعه الكليه وامكاناتها والتخصص بتاعها وعدد رغبات الطلاب. يمكن ده الجديد النهارده. ما بالظبط ده برضو اللي عايزه افهمه، يعني الكليه هي اللي بتحدد ما اذا كانت اونلاين ولا الامتحان هيكون في الجامعه، ولا الطالب كمان عنده قدره على الاختيار؟ ايه الكليه وخبراتها وتجاربها السابقه وامكاناتها في هذا الموضوع. ما تنسيش حضرتك ان احنا يعني في سنه كامله اشتغلنا بهذا الشكل 2020 مع بدايه كورونا، وايضا امتحانات الترم الاول اللي هو فصل اللي هي الميد تيرم هذا العام. ففي ضوء ده الكليات هتختار، ويبقى في ايضا حريه للطالب في الاختيار داخل اختيارات. ازاي بقى هتعرفوا حريه الطالب او رغبات الطالب؟ هتعملوا استطلاع راي مثلا ولا طبعا الطلبه بتتقدم لادارات الكليات، وسيتم فحص الطلبات بسرعه واتخاذ قرار فيها. بس ده بيبقى يعني يا اما نعمل الامتحان كله في الجامعه يا اما نعمله اونلاين. هل ممكن نفس الامتحان واحد يعمله اونلاين واحد يعمله في الكليه؟ يعني بيتم دراسه هذا خلال الايام القليله القادمه، يعني احنا لسه قدامنا يمكن 10 ايام على هذا الموضوع. المنصة الإلكترونية بقى تستحمل ولا ما تستحملش؟ أنا حضرتك فاكر إنه كان في فترات كان الموضوع بيقع خالص. لا، هي الحقيقة المنصة الإلكترونية طبعًا ليست منصة تقليدية، دي منصة معمولة مع شركة مايكروسوفت العالمية ومصممة بحيث إن هي تقدر تستوعب مقررات تغطي 270 ألف طالب للبكالوريوس والدراسات العليا. وفعلا الجامعه نجحت في العام الماضي ان هي تحمل عليها اكثر من 7000 مقرر. طيب طبعا في جامعات العالم لا يزيد عدد الطلاب عن 30-40 ألف طالب. طبعا احنا عندنا طبعا ال 270 ألف يمثلوا تحدي امام تكنولوجيا المعلومات. ده بالتاكيد. لكن نجحنا في الفترات السابقه في ان احنا المنصه تشتغل وليها اكثر من يعني جناح، في جناح خاص بالمحاضرات والتفاعل، في جناح خاص بالتقييم، يعني في يعني بدايات طيبه. طيب. وناجحه للتوظيف. طب دكتور يعني امتى هتعلنوا للطلبه السيستم اللي هو مين يقدر يختار مين ما يقدرش يختار، لانه لازم يكون في عداله في القصه؟ قبل بدايه الامتحانات. والامتحانات طبعا بعد 20 فبراير. بعد 20 فبراير، من يوم 21 بس فبراير. بس الجديد في بعض عندنا الكليات 22. يعني ممكن تبقى كام؟ 21 22؟ لا يعني مثلا هي 20، لكن ممكن الكليات تبدا 22، كليات تبدا 21، حسب بقى ايه توزيع الجدول الدراسي الامتحان داخل الكليه. او الجديد انه قد يكون هناك او الطلبه ممكن يختاروا ان هم يمتحنوا اونلاين في بعض الكليات. ليه بقى؟ لانه حضرتك يا احيانا بيبقى في طلاب ظروفهم لا تسمح باستخدام الاي تي بشكل جيد، نتيجه لحاجه مرتبطه باستخدام الاجهزه، حاجه مرتبطه بقدراته هو بالنت كمان. النت موجود عنده نت ولا موجودش عنده نت؟ النت ممكن يقع كده، فيفضل ان هو يجي الامتحان. خاصة ان النهارده مش مشكلة مصر بس ان في تحميل كبير على الشبكة، لا، حكاية العمل عن بعد والامتحانات عن بعد والتعليم عن بعد عملت أزمة في استخدام الإنترنت في العالم كله.
يعني بس احنا الانترنت عندنا بعافيه برضو شويه، يعني معلش بس بعيدا عن العالم، العالم كله شغال اونلاين، احنا الانترنت عندنا معلش بعافيه شويه يا دكتور بصراحه، ان يعني شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتطلع ما يبقاش الحاجه ما تقعش يعني. ان شاء الله. وانا بحيي حضرتك على التحقيق بتاع المستريح. اشكرك يا دكتور، ميرسي، ربنا يخليك، اشكرك يعني يا طيب احنا الحقيقه ابتدى يجي لنا شكرا دكتور محمود عالم الدين متحدث باسم جامعه القاهره. اذا السنه دي لاول مره قد تكون هناك رغبه ان هو الطالب يقول ان هو عايز يشتغل اونلاين، ده كله هيكون قبل الامتحانات هيتم الكشف عنه. الامتحانات امتى؟ بعد 20 فبراير، ممكن تبقى 21، ممكن 22، ممكن يوم 20، هيبان كل ده.